امبارح طبعا كان يوم تاريخي بعيدا عن النتائج. كنا قاعدين بنتفرج على التلفزيونات كلنا، قاعة المؤتمرات فيها اعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، علشان قاعدين بينتخبوا اللجنة التأسيسية او لجنة صياغة الدستور او لجنة المية او الجمعية التأسيسية، ايا يعني كانت المسميات المتداولة. وحصل انه طلعت القائمة باسماء الميت شخص اللي موجودين، اللي هم 50% من داخل المجلس و50% من خارج المجلس، ملابسات كتيره وتفاصيل على انه فعليا ال 100 اسم كانوا بيتم تداولهم قبل الانتخابات عشان يبقى في اجابه نموذجيه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر. وفي طبعا مظاهرات كانت موجوده امبارح ضد هذا الاجراء وضد ال 50% من داخل مجلس الشعب والشورى، كان في مظاهرات عند قاعه المؤتمرات وعند المحكمه الدستوريه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من ضيفتنا اللي بتشرفنا في الاستوديو، ونعرف موقفنا ايه ورايحين فين من المحاميه الدكتوره منى زلفقار عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. نهارك سعيد يا دكتور. اهلا وسهلا، نهارك سعيد. يعني بدايه كده دكتور، المجلس القومي لحقوق الانسان قدم معايير او معرفش ما نسميها، بيان، ورقه، قدمنا ده قبل ما يطلع قرار ب 50% 50%. ايوه، قبليها قدمنا ورقه بالمبادئ والمعايير الواجب احترامها في تشكيل الجمعيه التاسيسيه. صحيح. وقلنا طبعا من ضمن ان المبادئ او ان الدستور ده دستور الشعب كله، وانه المية اللي هيحطوا الدستور مفروض يبقوا ممثلين للشعب كله وما يبقوش عندهم انتماءات. ده في الاغلب الاعم وفي كل اللجان كده انتماءات ايديولوجية، بحيث ان الدستور يروح يمين قوي او شمال قوي، انما لازم يكون الدستور دستور الشعب كله، لان هو الوثيقة اللي بنسميها التوافقية اللي تحمي الضعيف قبل القوي، مش تحمي الأغلبية، تحمي الضعيف قبل القوي وتحمي الأقلية قبل الأغلبية. هي دستور كل المصريين، وما يصحش تبقى منحازة لأي اتجاه سياسي أيديولوجي إلى آخره. لازم تنحاز لجموع الشعب المصري. تمام. تحط حقوق وحريات جميع أعضاء الشعب المصري. فده المبدأ الأولاني. اتنين، إن احنا قلنا إنه في لازم يراعى انه الدستور ده بيحدد سلطات واختصاصات الثلاث سلطات. يعني السلطه التشريعيه اللي بتحط القوانين وتراقب الحكومه، دي مجلس الشعب او مجلس الشعب والشورى حسب الاختصاصات. دلوقتي مجلس الشورى ملوش تقريبا اي اختصاص تشريعي، لكن هل هيبقى موجود ولا مش موجود، دي حته. التنفيذيه اللي هي الحكومه ورئيس الجمهوريه اللي مفروض بيتراقب، واللي مفروض هو كمان له اختصاصات تعمل نوع من الرقابة المتبادلة على التشريعية. يعني يقدر يحل البرلمان، يقدر كذا، والتانيين يقدروا يسحبوا الثقة، يبقى في توازن. السلطة القضائية تاخد القوانين وتطبقها بعدالة، لكن ما تقدرش تصنع القوانين، فما تقدرش تعتدي على التشريعية، وفي نفس الوقت التنفيذية لا تعتدي على القضائية ولا تعتدي. يعني كل التوازنات دي اللي يحطها يبقى دول يحطوا لنفسهم، يعني التشريعية دي أو يحط لنفسه سلطاته إيه بالنسبة لباقي السلطات إزاي. يعني في تعارض مصالح جوهري هيكلي. يعني وانت بتبني البيت لازم تراعي إنه اللي بيوزع الاختصاصات بيبقى أعلى من اللي بياخد الاختصاص وينفذه. فمحكمة الدستورية العليا قالت كده. طيب انا قبل ما اتكلم التفاصيل يا دكتور، انا عايز اعرف المعايير اللي حضراتكم اتقدمتوا بيها. يعني حضرتك قلتي انه ده دستور الشعب والمفروض ان يبقى ممثل. ده نمره اتنين، ده كان تاني مبدا احنا حطيناه. تمام. ايه تاني حطيتوها في المعايير؟ حطينا معايير، قلنا اولا ان ال 100 دول لازم يبقى في معايير الكفاءه، اولا الكفاءه العلميه والكفاءه التخصصيه. اتنين، الخبره المتخصصه، يعني مش لازم يبقوا كلهم خبراء قانون، لكن خبره متخصصة في مجالات متصلة بالدستور. ثلاثة، قلنا الحيدة والاستقلال، يعني أغلب لجان إعداد الدستور بتبقى محايدة ومستقلة، مش ممثلة للأحزاب ولا ممثلة للسلطات ولا ممثلة، بتبقى من أصحاب الخبرة اللي في المجتمع، بتمثل المجتمع. صحيح. رابعة، عدالة التمثيل اللي قلنا فيها أنه لازم يبقى فيه أطياف الشعب من كل القطاعات، ولازم يبقى فيها على الأقل التلت من النساء في كل القطاعات، وعلى الأقل 10% من الشباب دون ال 35 في كل القطاعات، وعلى الأقل 10 من المواطنين المصريين المسيحيين أيضا في كل القطاعات. فحطينا كل هذه المعايير، وقلنا يراعى برضو التمثيل الجغرافي للمناطق النائية إلى آخره. ما تبقاش ده مش دستور القاهرة واسكندرية، ده دستور مصر. كل المصري، مصر من اولها لاخرها.
ومن تمام. اصغر واحد لاكبر واحد. تمام. فاحنا دي كانت المعايير. قدمت الورق دي لمجلس الشعب؟ قدمنا الورق ده لمجلس الشعب ودخلنا في التقسيمه، يعني قلنا لهم تاخدوا كام، لو هتاخدوا نسبه المفروض ما تاخدوش من البرلمان يعني من المجلسين، وما تاخدوش من السلطات بنفس المبدا، لكن لو خدتوا لازم تاخدوا نسبه رمزيه غير يعني شخص مثلا سلطه غير قضائيه. مؤثره، حطينا نسب صغيره بحيث انهم يبقوا ممثلين بس ما يبقوش مسيطرين. وبعدين جينا للتقسيمه وقلنا عايزين الشخصيات العامه منين، جينا الاساتذه الخبره قلنا عايزين مثلا 15 من اساتذه الجامعه من فقهاء الدستوريين اللي في كله، عايزين من اساتذه الجامعه القانونيين والدستور وفقهاء الدستور، وبعدين اساتذه العلوم السياسيه والاجتماعيه والعلوم التطبيقيه، يعني عايزين كتله من العلماء افضل عقول مصر. عايزين بعد كده الشخصيات العامة حددنا، النقابات المهنية حددنا أرقام، الجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني قلنا نسبة للجمعيات الحقوقية والنسوية والمعوقين والجمعيات الاجتماعية، وحددنا اتحادات الطلبة، عايزين الشباب، حددنا دخلنا في كل ما تتخيليه، المؤسسات الدينية حددنا عدد بسيط، كل ده لم ينظر اليه. يعني هم خدوا الورقه دي حطوها فين؟ اتحطت في الدرج؟ دي الورقه دي زي بقيه الورق اللي اتقدم من مختلف مؤسسات الدوله كله لم ينظر اليه. انت وانت بتشوفي القرار اللي طلع في يوم واحد، قرار تشكيل الجمعيه التاسيسيه، الاعلان الدستوري مديهم عشان يختاروا ال 100 ست اشهر. يعني الاعلان عشان يختاروا ال 100 ست اشهر ولا عشان يعملوا الدستور؟ الاثنين. 6 و6 يعني. قال لك 6 و6، قال لك عشان تختار ال 100 من تاريخ اجتماعك الاول اداله خلال 6 اشهر. اوكي ما تاخدش 6 اشهر، خد شهر. خد شهرين، اختار ده، اختاروهم بالاسامي بلسته زي ما بتشوفي كده، قائمه فلان في النوادي وقائمه فلان في النقابات وقائمه فلان، كان في قائمه، كان في الاجابه النموذجيه اسمها يعني بالظبط كده للاحزاب اللي هي عندها الاغلبيه اللي هم الحريه والعداله والنور السلفي، هم المحددين ال 50 من البرلمان وال 50 من بره البرلمان، ما بصوش على ولا الخلفيه الثقافيه العلميه السير الذات، مين دول الاسماء، مين دول، بحيث يبقى في فرصه انك تختاري افضل من انجبتهم مصر ليه هذه المهمه، يعني مش في الاطلاق كده، يعني مش لازم تجيبي احسن واحد في اي حاجه، لا لهذه المهمه اللي هي اعداد الدستور. فالقصه دي كلها ما حصلتش. طيب دلوقتي ده المقترح اللي انتوا قدمتوه اللي لم يؤخذ به، وطلع القرار بتاع ال 50% 50%. من ساعه ما طلع القرار اللي هو من اسبوع تقريبا لغايه النهارده، ليه ما حصلش اي اجراء؟ يعني احنا ليه ما شفناش اي اجراء حقيقي؟ طبعا انا مدركه ان وفاه البابا شنوده برضو كان جاي في نفس اليوم اللي تم اعلان ال 50 و50، بس من ساعتها لغايه امبارح، لغايه ما تم اعلان الاسامي وتم يعني حط وضع الاسامي بالشكل ده، ليه ما حصلش اي اجراء؟ حصل اعتراضات شديده في كل حته، واترفعت دعاوى امام القضاء الاداري، في حوالي 8 دعاوى اترفعت امام القضاء الاداري من شخصيات عامه ومراكز حقوقيه ومحامين والى اخره. ففي هذه الدعاوى كلها بتقول انه القرار بتاع 50 50 ده قرار اداري اولا، ما هواش قرار تشريعي، لانه ده عمل يعني الاعلان الدستوري قال ايه في الماده 60؟ قال انه في هيئه انتخابيه، يعني عمل زي مجمع انتخابي كده مشكل من الاعضاء المنتخبين في مجلس الشعب ومجلس الشورى، قال لهم تقعدوا في اجتماع مشترك وتنتخبوا فما قال لهمش، هما بقى قالوا ما قالناش ننتخب نفسنا، بس هو فعلا عشان ما كانش صارم، يعني قصدي ان البند ده ما كانش موضح، فدانا دخلنا في هذه الدايلما، فالبند مش واضح وما طلعوش قواعد او معايير زي ما كنا منتظرين في اعلان دستوري تكميلي او في قانون مكمل للدستور او اي حاجه، هما مش عايزين يقيدوا باي شيء، ولكن هما مقيدين بالقواعد العامة اللي موجودة في الدستور، بمبادئ الدستور الأخرى، أنت ما بتاخديش مادة وبتبقى شيطاني كده ملهاش أب ولا أم، لا لها أب وأم وعيلة وكل حاجة، اللي هم بقية مواد الدستور والأعراف الدستورية والقواعد الدستورية. ما حدش في الدنيا قال لما نقول تنتخب يعني تنتخب من نفسك، من نفسك، يعني
ما يبقاش في معايير الكفاءه، يعني ما تراعيش تعارض المصالح. ازاي يعني؟ انا لما اجي محاميه في قضيه ابقى انا بمثل الاثنين الخصوم؟ ازاي يعني؟ ابقى بدافع عن ده وبدافع عن ده. هم مفترضين انهم هم هيبقوا مجردين وملائكه، مش هيفكروا انه مثلا عشان هم اعضاء مجلس الشورى يبقى لازم يحافظوا على مجلس الشورى حتى لو كان الرأي العام ضد. مثلا مش هيفكروا انه يتحل مجلس الشعب على دستور جديد مثلا طبعا، ولا يعني لا، يبقى يعني كله هيبقى في اتجاه مسيطر. طيب، بيراعي مصالح غير المصلحة العامة. هل هم هيبقوا ملائكة ومجردين ولا هيراعوا المصالح بتاعت احزابهم وبتاعتهم هم شخصيا؟ هم لو كانوا ملائكة ومجردين ما كانوش عملوا اللجنة بالظبط كده اصلا كده. يعني برضو. ده مبدأ تعارض المصالح، دي مبدأ قانوني موجود ودستور المفروض كان يترعى. طيب دكتور منى، خليني ابقى في الناحيه الثانيه ووجهه النظر الاخرى ل يعني الاغلبيه داخل مجلس الشعب والشورى، بيقول لك الله، طب ما احنا هنعمل الدستور والشعب هيتم استفتاءه عليه، مش عاجبكم قولوا لا. لا، ما هو ما فيش حاجه اسمها كده. اول حاجه هنعمل الدستور، احنا لما انتخبناهم مش عشان يعملوا الدستور، احنا انتخبناهم عشان يراقبوا الحكومه وعشان يطلعوا قوانين وعشان يحلوا مشاكل الفقر والبطاله والتعليم المتدني والبوتاجاز ورغيف العيش، عشان يلاقوا حلول عشان يدعموا الحريات ويدعموا الكرامه الانسانيه ويشغلوا ولادنا ويحلوا مشاكل الاقتصاديه بتاعت البلد، مش عشان يحطوا الدستور. هم كانوا كهيئه منتخبه، هل هم دول افضل كفاءات بتتلائم قدراتهم وخبراتهم انهم يضعوا الدستور؟ بالقطع لا، بدليل انه ما فيش منهم. يعني اي لجنه لوضع الدستور على الاقل بيبقى فيها 20 من العلماء، الفقهاء الدستوريين، اساتذه الدستور. ما فيش في الميه اللي هم اختاروهم غير استاذ دستوري واحد من اعضاء اللجنه الاولى اللي عملت التعديلات كانت برئاسه الدستوريه. مستشار طارق البشري. بس واحد. هل ده معقول؟ فين اساتذه؟ ولا رئيس قسم دستوري في اي جامعه مصريه ولا فين الدكتور احمد كمال ابو المجد؟ فين الدكتور ثروت بدوي؟ الدكتور ابراهيم درويش؟ فين الدكتور يحيى الجمل؟ الدكتور نور فرحات؟ الدكتور حسام عيسى؟ فين اساتذتنا دول كلهم؟ فين الاساتذه دول؟ يعني ده طبيعي. فين اساتذه العلوم السياسيه؟ في كام استاذ من العلوم السياسيه بالصدفه لانهم اعضاء مجلس الشعب اللي هم يعني رد حضرتك على اللي هم بيقولوه بتاع انه لو مش عاجبكم قولوا لا، انه الاساس نفسه باطئ، يعني الاساس نفسه فيه خطا. الاساس نفسه خطا، زائد احنا هنقول لا ازاي؟ الدستور بيتعرض حته واحده، يا تاخديه كله يا ترفضيه كله. واكيد ما حد يعني انت هتبقي اكيد كل واحد في الشعب المصري هيبقى اولا محتاجه عشان تبقي دارسه ده، واضح انهم سياستهم هي الاسراع لدرجه غير طبيعيه، لان اذا كان الدستور مديهم 6 أشهر يختاروا، قال لك مش مهم نشوف السيره الذاتيه ولا نشوف ده مين ولا كفاءته ايه ولا ايه، اختاروا 100 وخلاص، فاحنا المهم يبقوا معانا، يعني هيسمعوا الكلام نفس المنطقه الحدوته يعني. فالتيار، فانت بتتكلمي على ايه؟ طيب بتتكلمي برضو على خطه واضحه قدامك، يعني ماشيه جري، مش هتمشي بهدوء. الطبيعي بقى انك انت بيبقى في جلسات استماع ومناقشه للمواد والشعب يساهم، وبتاخد عمليات كتابه الدستور بتاخد سنه واثنين وثلاث في كل التجارب الانسانيه. انما احنا هنا عندنا اعلنوا انهم هم في شهر واحد هيكونوا مخلصين الدستور. طيب ما برضو ازاي؟ خليني ابقى حليف الشيطان يعني برضو. فبيقول طب الله، ما هو المجتمع المدني والمظاهرات لا دستور تحت حكم العسكر، وانتوا عايزين تسلموا السلطه بسرعه وسلم السلطه لسلطه مدنيه، وعايزين دستور بسرعه ورئاسه بسرعه، دي هو بنعمل اللي انتوا عايزينه. لا، مش ده المجتمع المدني عايزه؟ المجتمع المدني أو عايز القوى الثوريه يعني عايز رئيس بسرعه، وكان ممكن يبقى فيه حلول كثيره جدا لده. لو يعني انت متصوره لو كان من الاصل عملنا انتخابات رئاسية وسلمنا الرئيس مدني وعملنا الدستور براحتنا ثم الانتخابات، كانت الدنيا مش لو كان الدستور اولا اللي كنا بنسمع عنها. انت دلوقتي عملتي، طيب اوكي، عملتي انتخابات اولا عشان يبقى عندك هيئة انتخابية، يعني مجمع انتخابي ينتخب المية، ينتخب المية دول، ينتخب نفسه، ما ينتخبش نفسه، ده هو المفروض ينتخب الغير، ينتخب الكفاءات، 100 من افضل الكفاءات. هل هو انتخب المية دي عدالة تمثيل؟ مفيش غير 5 ولا 6 من النساء و5 ولا 6 من الأقباط،
وكمان ويمكن منهم مشترك يعني تلاقي امرأة وقبطية عشان يبقى اتنين في واحد. قبطية عشان تبقى اتحسب لهم الاتنين. وبعدين فين المجتمع الجمعيات الأهلية؟ فين الجمعيات الحقوقية النسوية؟ فين الجمعيات الاجتماعية؟ فين؟ مفيش من النقابات غير عدد قليل جدا، ورؤساء النقابات اللي برضو تيارات إسلامية يعني معظمهم يعني. لا مش شرط، إنما ما عندكيش من النقابات اللي عدد قليل جدا. آه طبعا في من أعضاء الحرية والعدالة والسلفي في الشخصيات العامة، يعني هم واخدين الخمسين اللي فوق واخدين من الخمسين كمان بتاعت الشخصيات العامة. صحيح. فأنت يعني بتتكلمي على تجربة فيها إصراع غير عادي، في حين ان في حاجات تانية تحتاج سرعه ما لا يحدث فيها هذه السرعه، محاسبات ومحاكمات ومحاسبات للحكومه وما شابه ما بتحصلش بهذه السرعه. تصدي لمشاكل الشعب المصري الحاله واللي لا تقبل اي تاجيل، زي ما انت شايفه كده، سواء كانت احداث دمويه، سواء كانت رغيف عيش او انبوبه بوتاجاز او السولار والبنزين اللي موقف حال البلد، أو الحالة الاقتصادية المتدنية اللي والمصانع اللي واقفة. والكلام ده مفروض كان ياخد أولوية عشان اللي زي ما كانوا كل الناس بتقول، بس المسألة تمشي شوية وتبتدي تتحرك، اقتصاد البلد ما يكملش تدهور، وبعدين يبقوا أو يمشوا بقى في خط موازي، يبقوا بيدرسوا مين أفضل الناس، ياخدوا شهر أو شهرين لاختيار أفضل الكفاءات. لو اخترت افضل الكفاءات والخبرات، ما انت يعني هتمشي اسرع بحكم ان الخبره موجوده. يعني كم واحد من المية دول كان عضو في لجنه اعداد دستور قبل كده، او من فقهاء الدستوري، او من اساتذه المتخصصين؟ هتلاقي في منهم عدد قليل جدا، وانا بقول لك يمكن استاذ دستوري 1%. العلوم السياسيه اللي انا اعرفهم اللي هم الدكتور عمرو حمزاوي وعمرو الشبكي، بحكم انهم في البرلمان من المستقلين يعني. يعني انت برضه الحفظ ماء الوجه يعني، برضه عشان ما يبقاش كل البرلمان 100% يعني 50% كلهم. الحاجه يعني الثانيه انه فكره 50 50 دي، يعني بتقولي 50 للسلطه التشريعيه اللي و50 لبقيه الشعب، فانت بتتكلمي على كمان مخالفه مبدا المساواه وتكافؤ الفرص. ما حدش يقول كده يعني ليه؟ دكتور منى خليني برضه اسالك على اللي كنت بتكلم فيه في الاول، وهو انه في الاخر لو مش عاجبكم قولوا لا. دي السيناريو المطروح من قبل التيار الاغلبيه. هل في العالم كله لما بيتم استفتاء، يعني في التجارب اللي اتعمل فيها دساتير، هل بيتم الاستفتاء على البتاع كله على بعضه؟ في الاغلب على كله طبعا، مفيش ايتمز يعني، مفيش في بعض الاتجاهات بتقول لك ماده ماده، بس دي بتقتضي انه يكون في يعني وعي عالي جدا، مستوى عالي جدا من الوعي، ويبقى بقى بتاخدي زي ما بقولك سنة أو سنتين، ويبقى كل مادة بتطرح على الشعب ويتناقش فيها، ويبقى عارف دي معناها ايه، والكلمة دي لو اتشالت معناها ايه، ولو اتحطت معناها ايه. لكن انت هنا امام اتجاه واضح، راكب الطيارة ومقرر يجري ويطلع الدستور. هو بصراحة احنا مش فاهمين برضه يا دكتور، لانه كل شويه بنسمع تصريحات عكس بعضها. يعني في الاول لما كانت الناس بتقول الدستور اولا، قالوا لا الانتخابات اولا. لما جه خلاص هنعمل الدستور، دلوقتي ناس قالت لا احنا عايزين نعمل الدستور بسرعه علشان نخلص. فناس تانية راحت طالعه قايله لا احنا عايزين الرئاسه الاول علشان نخلص من الحكم العسكري. بعدين راحت ناس طالعه تانية قايله لا. فاحنا بقيناش فاهمين، ما هي تركيز بيس كده ليه؟ لانه من الاول خالص الخطه خطه تؤدي الى الارتباك بطبيعتها. خطة خارطة الطريق اللي اتحطت تؤدي إلى الارتباك بحكم طبيعتها. هم قالوا لك إيه أصله؟ طب مين كان هيختار المية ونعمل الدستور؟ دي مشكلة كبيرة قوي. صحيح. هننزل للشعب انتخابات، هنعمل مش عارف يعني. في حلول كانت أخرى أسهل بكتير، لو كانوا قبلوا فكرة إن انتخابات الرئاسية أولا، ويسلموا الرئيس منتخب مدني، ويبقى مثلا خلال سنة يبقى في هو بقى منتخب، ممكن زي ما حصل قبل كده اول بقى رئيس منتخب انتخابات حره نزيهه يختار المية هو منتخب. ممكن يبقى دخلنا في ديك الساعه بنتكلم على احنا انتخبناه وهو يختار افضل الكفاءات، كنا عندنا ونبتدي نشتغل ونبني احزاب ونعمل انتخابات البرلمان. كان ده ممكن يبقى سهل، وخدنا انتقال لحكم مدني سريع والدنيا هديت. لكن انت اللجنه اللي اتشكلت اختارت طريق فيه ارتباكات ولخبطه. الحلول القانونيه يعني، انا سامعين عن حضرتك قلتي في قضايا كثيره مرفوعه علشان
بطلان هذه اللجنة. في نوعين من القضايا النهاردة. في نوع من القضايا بيقول انه القرار ده بتاع تشكيل الجمعية التأسيسية يجب ان يوقف ويلغى لانه باطل، فده امام القضاء الاداري. وده لو حكم يبقى اذا هيلغى او يوقف، يبقى هيعاد تشكيل، هيضطر المجمع الانتخابي يحترم حكم القضاء ويعيد تشكيل الجمعية التأسيسية على حسب ما القضاء هيقوله. في اتجاه طالب بانه نروح للمحكمة الدستورية العليا نقول لها فسري المادة 60 دي بالذات اللي هي عاملة كل القلبان ده، وقولي لنا القواعد الدستورية اللي لازم تراعى والمعايير في تشكيل الجمعية التأسيسية. ده في اتجاه تاني طبعا ده ما حدش فكر فيه ولا رجوا ينفذوه لانهم مش عايزين يلتزموا، واخد بالك. الاتجاه الثالث من القضايا اللي مرفوعه هي القضايا اللي بتقول ان قوانين انتخابيه فيها مخالفه للدستور، وبالتالي هي احيلت للمحكمه الدستوريه العليا. لو حكمت المحكمه الدستوريه العليا ببطلان اللجنه قانون الانتخابات كله على بعضه، يبقى في هذه الحاله هيحل مجلس الشعب ومجلس الشورى زي ما حصل في مرتين. بس ما القضية دي موجودة ومحطوطة في الدرج برضو، ما فيش ولا هو المحكمة الدستورية بتاخد وقت عادة من ناحيتك يعني اكيد اضرب القوانين. بتاخد وقت ودائما بتراعي كمان اعتبارات الملائمة. الملائمة عبال ما تاخد الملائمة عموما. فده ادي ده تيار ماشي، يعني ممكن من ضمن المخاطر على الجمعية التأسيسية انه يتحكم ببطلان، سواء ببطلان انتخابات مجلس الشعب والشورى او بعض الاعضاء اللي فيها دول مقطعون على عضويتهم امام محكمه النقض يتحكم ببطلان عضويتهم. فانت بتتكلمي انه ايضا التشكيل ده مهدد صحته وسلامته من اكثر من اتجاه، يعني ممكن مجلس الدوله يلغيه، ممكن نتيجه للطعون اللي امام المحكمه الدستوريه يحصل الغاء. كل دي كنا نتمنى انه نوابنا في مجلس الشعب والشورى انهم يراعوا ده. طيب دكتور منى، كنا نتمنى، كان نفسنا، يا ريت، كنا معرفش ايه، كلها حاجات كده امنيات وكلها في الماضي. سؤالي هو بقى ختاما، هل كده يعني نفترض انه طلع حكم المحكمه الاداريه او ما طلعش، هل معنى كده ان احنا خلاص بقت دي لجنه الميه وهنبقى قاعدين بقى بنصلح تاني ما فعلوا بينا الزمن، ولا ايه الموقف يعني؟ لا بقى يعني هو طبعا انا اعتقد انه غير القضايا اللي مطروحه، انا بعتقد انه على الاقل واحده من القضايا اللي انا يعني مشاركه فيها قويه جدا، ويعني بنامل طبعا انه مجلس الدوله يستجيب ليها. لو ده حصل ده هيبقى حل، ما حصلش في ايضا تيارات المجتمع الضاغطه من كل ناحيه، والراي العام اللي بيقول احنا عاوزين، يعني احنا لنا تراث دستوري ولنا اعراف وتقاليد، احنا مش بلد مش لسه طالعه امبارح، يعني احنا عاملين كام دستور لحد النهارده. تتكلمي على تجاربنا الدستوريه، ما فيش ولا دوله في المنطقه لها هذا القدر من التجربه والثروه. احنا بنتكلم على كل ده، كل التجارب دي ما استفدناش منها وطلعنا بحاجه ما حصلتش. كنا نتوقع بعد الثوره ان احنا نبقى افضل من كل هذه التجارب، نستفيد منها كلها ونضيف اليها، مش اننا نخالف كل الاعراف والقواعد اللي حصلت. تمام. فالقصه دي يعني انا مش قادره اخبي طبعا اسفي الشديد على اللي حصل. اسف ولا قلق؟ يعني بمعنى انه هل حضرتك متوقعه؟ وحزن. لا اسف وحزن، والحقيقه يعني يعني عدم قبول، لانه في مبادئ انت عارفه لا يصح الا الصحيح، ومفروض ان احنا في حاجات معينه زي الدستور لا نراعي الا مصالح الشعب كله على بعضها، نراعي مصلحه الوطن، المصلحه العامه، مش المصالح الحزبيه ولا المصالح السياسيه ولا كده. الدستور زي ما ابتديت في الاول خالص، دستور كل المصريين، دستور الضعيف قبل القوي، دستور الاقليه قبل الاغلبيه، هو الذي يحمي الحقوق والحريات للجميع من كل الحقوق من كل نوع. ايوه انا فاهمه اللي حضرتك بتقوليه، بس انا سؤالي هو في الاخر هل خلاص كده قضي الامر؟ يعني عشان اشرف كان مصر ان انا اقول الجمله دي، هل قضي الامر؟ يعني هل خلاص كده؟ يعني نفترض انه ما حصلش حكم، خلاص يبقى ده دستور مصر بقى دستور طالع من هذه اللجنه اللي
في مشاكل في تاسيسها وفي تكوينها، ولا ان ممكن أنا يعني انا إيه؟ اعتقد انه نتفائل القصه لم تكتمل بعد. ان احنا بنتكلم في فيما يتعلق بقصه الدستور، انا اعتقد انه اولا بعض الاعضاء اللي هم محطوطين في هذه لجنه المية اللي لا يمثلوا حزب الحريه والعداله او حزب النور السلفي وهم من الاقليه، كلهم قالوا انهم لو شعروا ان المساله هتستمر على هذا المنوال اللي هو فيه هيمنه وسيطره وانهم هينسحبوا من لجنه المية. فانت بتتكلمي على انه ما الحكايه هتبان كل يوم بتتنفذ ازاي. فلسه ده اتجاه، لسه في القضاء هيقول كلمته، لسه في كمان الراي العام والمجتمع المدني اللي بيتابع ده واللي شايف لجنه المية ما فيهاش الحقيقه ولا 5 ولا 10 ولا 20 من العلماء واساتذه الدستور والفقهاء اللي المفروض اساسا يبقوا هم الكتله الحرجه اللي بتشتغل على الدستور يعني. انما يعني كل الاعراف والقواعد لم تتبع في تشكيل هذه الجمعيه التاسيسيه. فانا لا اعتقد انه المساله لسه لم تكتمل بعد هذه القصه او هذه المرحله، قصه الجمعيه التاسيسيه لم تكتمل بعد. وانا اعتقد انه هيحصل فيها احداث كثيره متلاحقه ان شاء الله، هنشوف فيها، نامل ان شاء الله انها تبقى للصالح العام ان شاء الله. دكتور منى زلفقار المحاميه عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا النهارده. ميرسي يا فندم. نتمنى انه يعني ربنا يقدم الفيل الخير في الفتره اللي جايه. لسه مكملين نهارك سعيد بعد الفاصل، وتعالوا نعرف اخبار عن البورصه وهي بتفتح المفروض دلوقتي يعني الساعه 10:30 مع اشرف بعد الفاصل. خليكم معانا.